السلام عليكم، انا فتحي محمد. النهارده جيت لكم باول حلقه من حلقات كورس الربح من الانترنت. طب هتكلمنا عن ايه وهتضحك علينا زيك زي بقيه الفيديوهات اللي على اليوتيوب كلها؟ لا طبعا، انا النهارده جيت لكم بموقع صادق 100%، انا بشتغل عليه بنفسي، ولو عايز تتاكد ممكن تشوف على الانترنت كتير، لكن انت مش هتحتاج، لان انا هثبت لك حالا ازاي ربحت من الموقع ده. طب هتكلمنا في الكورس ده عن ايه؟ اول حاجه قبل ما اتكلم عن الكورس هوريكم الارباح بتاعتي كلها وازاي ان انا ربحت من الموقع ده. هدخلكم على الايميل بتاعي جوه الموقع وهخليكم تتفرجوا براحتكم. كمان هسيب لكم اللينك بتاع الايميل بتاعي بتاع الموقع فين؟ في الديسكريبشن تحت او في اول تعليق، تخش وتتفرج براحتك وتتاكد ان انا كلامي صحيح. طب في الكورس ده هتعلمنا ايه او هتفرجنا على ايه؟ هفرجكم زي ما قلت لكم على الارباح بتاعتي 100% وكام ان انا ربحت والكلام ده كله. طب تمام، اتاكدنا ان انت ربحت. طب هنسجل فيه ازاي؟ هنعمل فيه ازاي؟ يبقى الكورس بتاعنا النهارده هنتكلم عن اول حاجه ازاي اسجل في الموقع، بعد كده ازاي اعمل خدمه جوه الموقع ده بحسب المهاره اللي عندي، سواء المهاره دي بقى بعرف اعمل مونتاج للفيديوهات، بعرف اعمل لوجو، بعرف ان انا صوتي كويس اعمل صوت معين او الفويس بتاعتنا، التعليق الصوتي زي المعلقين زي القنوات اللي على اليوتيوب. طب هتعلمنا ايه تاني؟ هتعلمنا ازاي ان احنا نجيب عملاء. طبعا احنا هنبقى عملاء، هنبقى احنا بياع جوه الموقع ده، بس هتبقى بياع ايه؟ جديد، فالناس مش هتبقى عندها ثقة فيك، فانا هوريك ازاي تجيب عملاء ويثقوا فيك. هعلمك ايه تاني؟ هعلمك رابع حاجة ازاي تسحب فلوسك، وخامس حاجة في الاخر خالص هعلمك ازاي ان انت لو ما عندكش مهارة معينة، زي ما انا ما بقولك ما عندكش مهارة المونتاج، ما عندكش مهارة اللوجو، ما عندكش مهارة صوتك، دي انا ما اقدرش اخش فيها، هعلمك مهارة ان انت تكتسب او تكسب من خلالها فلوس على الموقع لو انت خلاص ما معكش حاجة او ما تعرفش اي حاجة وعايز تكسب. طب ده كله هتقوله في الحلقة دي؟ لا مش هقوله في الحلقة دي، هاخدها واحدة واحدة. النهاردة في الحلقة الاولى من الكورس هعلمك ازاي او اوريك ازاي ارباحي، وهسيب لك اللينك بتاع الموقع بتاعي او بتاع الايميل بتاعي، وكمان هسيب لك اللينك بتاع الموقع اللي احنا هنتكلم عنه تحت في الديسكريبشن ان انت تخش من خلال. طب ايه تاني؟ هعلمك بقى ازاي تعمل ايميل جوه الموقع ده وازاي تعمل خدمة جوه الموقع ده. طب ازاي؟ خليكم معايا لنهاية الفيديو، ولو هتزهق اقفل الفيديو من اوله احسن. يبقى تمام، اول حاجة دلوقتي احنا هنعرف من خلالها. طب انا مش معايا كمبيوتر او ما عنديش كمبيوتر ان انا اقدر ان انا اشتغل من عليه، طبعا كلنا معانا موبايلات. انا كل اللي هعلمكم من خلاله اعلمكم من خلال الموبايل، ان انت تقدم خدمات او تكتسب مهارات من خلال الموبايل بتاعك. تمام، خليكم معايا ان انا هقول لكم او هوريكم الارباح. دلوقتي ان احنا هنبدا اوريكم الايميل بتاعي الخاص بالموقع اهو. ده هو الموقع، دي بعض الخدمات اللي بتقدر ان انت تقدمها، اي خدمة زي دي. تمام، طب ده الايميل بتاعي، الدولة مصر، الرتبة بتاعتي ان انا بائع مميز، طبعا انت لسه جديد فهيكتب لك بائع جديد، تقييم عدد العملاء بتاعتي، سرعة الرد والكلام ده كله. طب الرصيد، رصيد انا معايا 1 دولار، دي اهي المعاملات، ان انا اخر حوالة ليا كان 25 دولار، سحبت منهم 25 دولار، ودي بقى ايه الفلوس اللي انا كسبتها، ان انا ببيع المهارات بتاعتي، وسحبت قبل كده برضو 25، ودي كلها برضو سحبت قبل كده 25 و50، كل ده اثبات، و100 دولار قبل كده سحبتهم، و50 دولار، دي كلها حاجات انا كسب. انا بوريكم بس السحب كده سريع، 4 4 4،
طب تمام، وده زي ما قلت لكم اهو الايميل الخاص بتاعي او كده، انا هاخد اللينك ده واسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. دي بعض الخدمات اللي انا بقدر من خلالها ان انا اكتب او يعني اقدم خدمة زي دي. طب احنا دلوقتي عايزين نتعلم زي ما قلنا ازاي وكده يا جماعة. بعد ما خلاص عرفنا وشفنا الارباح بتاعتي وتأكدنا ان الموقع صادق وانا ما مش بكدب عليكم في اي حاجة، هنبدأ ان احنا المرحلة التانية او اول حاجة بقى هنبدأ ازاي نسجل في الموقع. نبدأ نسجل في الموقع، ندخل على كلمة سجل مجانا. طبعا قدامك ان انت تخش بايميل جيميل والاسم بتاعك وكل ده. الاسهل من ده كله انت هتبقى محضر ايميل جيميل تقدر تخش من خلاله. طب انا هختار ايميل ده، انا عندي ايميلات طبعا مجهزها عشان الشغل. طبعا بعد ما دخلت بالايميل ده هيقول لي اكتب الاسم، اكتب بالاسم بتاعك. هكتب فتحي. بعد كده نكتب قراءة توافق على الشروط. طب هو عايز اسم كامل، فتحي محمد. اضيف للاسم بتاعي ارقام، اكتب 97. كده الايميل اتعمل خلاص، مفيش اي مشكلة. تيجي عايز تخش الايميل هتخش له عن طريق الايميل الجيميل بتاعك اللي هو اللي احنا دخلنا بيه. كده انت ايميلك دخل. عايز تخش على الاكونت او البروفايل بتاعك تبدأ ان انت تخش اهو زي ما قلت لكم قبل كده. الدولة مصر، الرتبة مستخدم جديد، انت لسه جديد. التقييم 0، عدد العملاء 0، سرعة الرد انت نشط الان. طب دلوقتي عايز اعمل خدمة، عايز اعمل خدمة جديدة او حاجة انا بعرف اعملها او بعرف ابيعها فبعمل. ببدأ ان انا بعمل كلمة خدمة جديدة. انت عايز تعمل ايه؟ يعني بتعرف تحول او بتعرف تكتب الملفات الوورد؟ بمعنى في ناس بيبقوا طالبين ان هم عايزين يعملوا ملفات وورد، يعني هي بي دي اف انت تقعد تكتبها على الوورد وتحولها لوورد عشان يقدر ان هو ينسخ ياخد كوبي بيست منها. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتكتب اهو هحول او هكتب كل 7 صفحات على الوورد مقابل $5 وتكتب التصنيف. التصنيف بتاع بتاعت الحاجة دي او بتاعت الخدمة اللي انت عايزها، خليها خدمة متنوعة وخليها عام. تقعد تكتب بقى في الوصف نشكركم على قدومكم في موقع خمسات، وتقعد تكتب بقى الوصف انت هتعمل ايه في الخدمة دي وتحبب وتحاول ان انت تشكر في خدمتك وان انت بتقدم خدمة كويسة. وتبدأ ان انت تختار صورة من الجهاز بتاعك او الكلام ده بتبين عن الخدمة بتاعتك، بيكون انت محملها من على النت، وتكتب كلمات افتتاحية وتشوف المدة انت عايز تقدمها الخدمة دي او تقدر تخلص ال7 صفحات دي في قد ايه، في يوم، في يومين، في 4، في 5، في اسبوع، في شهر، في سنة. بس انت كل ما تقلل الخدمة كل ما البائع بتاعك او الراجل اللي بيشتري منك او العميل اللي بيشتري منك ايه هيحبك. طب عايز تديله تعليمات قبل ما يطلب الخدمة، هتقول له لو انت مادام طلبت الخدمة مش هتقدر ان انت تغيرها او ما ينفعش تلغيها، مفيش اي مشكلة. بعد كده تروح دايس على ايه، اضافة الخدمة. بعد ما تضيف الخدمة طبعا هيروح جاي في خلال 24 ساعة هيجي لك هنا في الجرس اللي فوق بتاع التنبيهات ده، الجرس بتاع التنبيهات ده هيجي لك الاداره بتاعت الموقع هتقول لك تم قبول خدمتك. فمن خلال كده تقدر ان انت خلاص خدمتك هتبقى ظاهره لكل الناس، تبقى ظاهره لكل الناس. وبكده دي اول
أول محاضرة أو أول حلقة من حلقات الكورس بتاعنا. انتظروا في الحلقة الجاية هجيب لكم أو هوريكم إزاي إن أنت تبدأ تنشر خدمتك دي وتوسعها على نطاق واسع، عشان خاطر أنت زي ما بقولك أنت لسه بائع جديد، فطبعا خدمتك مش هتبقى ظاهرة، فالناس مش هتبقى واثقة فيك. طب وأنا إزاي أخليهم يثقوا فيا؟ إن شاء الله في الحلقة الجاية هعلمكم إزاي إن أنت تنشر خدمتك على نطاق واسع. برضو قبل ما أخرج من الفيديو هوريكو بعض التصاميم. ده تصميم فيديو اهو، ده صاحب واحد بيبيعها بيقولك السلام عليكم مرحبا، ووصف الخدمة بتاعته والناس اللي اشترت منه الخدمة. في ناس اشترت منه الخدمة بتقول ممتاز يعطيك العافية و و و الدليل بكده ان كل الناس او الموقع صادق وفي ناس حقيقيين وبيدي الارباح والكلام ده كله. يبقى في الحلقة الجاية ان شاء الله هوريكم ازاي تنشروا خدمتكم على نطاق واسع. يلا شكرا، اشوفكم بالفيديو الجاي.